هو وحاجات مش في صور معانا الاستاذ احمد المخرج ارجو ان ابرازها. يعني احنا عندنا حالات لتنفيذ احكام الرؤيه، الجده احضرت الطفل وهو مقيد بجنازير. ارجوك استاذ احمد اظهر لنا هذه الصور. يعني بتحضر الطفل الى مكان الرؤيه مقيد بالجنازير خشيه ان يخطفه ابوه، فهل يمكن العقل أن يتصور هذه الرؤية؟ هل هي التي ابتغاها المشرع لصلة الرحم بين الطفل وأبيه ولتنشئة الطفل التنشئة السوية، أم أنها معول هدم لشخصية الأبناء؟ تفضلي فندم. أستاذ أحمد اظهر لنا الصور دي بعد إذنك. أولا الصورة ديت أول ما تظهر الطفل المقيد ده، بس الصورة مش واضحة يا أستاذ أحمد. الطفل المقيد ده وأنت بتقيدي إيديه، مدركة أنت بتعملي معاه إيه؟ أولا بتعملي له حالة رعب فظيعة وخوف من أبوه. نعم. أبوه ده اللي كان عايش معاكوا في يوم من الأيام في البيت. نعم. حياك كلها. وفي نفس الوقت الطفل ده أصلا فاقد الأمان أساسا. الصورة قدامنا دلوقتي على الشاشة، الجدة جايبة الطفل مقيد بالجنزير علشان الأب ما يخطفوش. وفي الرؤية. في الرؤية. لا ده هما كمان في. أين هي الضوابط التشريعية؟ يعني والقانونية اللي ممكن إن هي تحول الرؤية وتضعها في نصابها الشرعي الصحيح. أولاً إحنا دلوقتي عندنا المجتمع مبتلي بمشاكل فظيعة. نعم. انحرافات في السلوك. ظهور مثلا السرقة، أطفال الشوارع، الإرهاب، الطفل الشباب المدمن.